Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un dessert à la mangue et le fruit de la passion, super délicieux et très facile à préparer. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. Salamu alaikum, مرحبا بكم في قناة HM Delice, نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر واحد التحلية بالمانك والفروي دو لا باسيون, سهلة بزاف ولذيذة في المذاق, نتمنى تعجبكم. وبالنسبة للمكونات غادي نحتاجو لي بيسكوي. Pour les ingrédients, on aura besoin des biscuits, الزبدة, le beurre. ندوبو الزبدة, je fais fondre le beurre. نطحن هذاك البيسكوي, je réduis le biscuit en poudre. وضعت البيسكوي في واحد الإناء وغادي نضيف ليه الزبدة. Dans un bol, je mélange les deux ingrédients. خديت المولات ديال السيليكون et dans 10 moules en silicone, je mets le biscuit. نوضع البسكوي ديالي نضغط عليه بواحد الكاس أو لا بملقة. Je tasse mon biscuit avec un verre. بعد نضعهم في الثلاجة على ما نحضر الكريمة. Je les place au frigo en attendant préparer la crème. بالنسبة للكريمة غادي نحتاجو واحد المانجا. Pour la crème, j'aurai besoin de la mangue, le fruit de la passion, الجوب الأبيض, le fromage blanc, السكر, le sucre, واحد ساشي ديال الفاني, un ساشي دو فاني. خديت واحد الإناء وضعت فيه الفرماج. Dans un bol, j'ai mis le fromage. Je rajoute le sucre vanille, le vanille, le sucre. Je rajoute le sucre. Je mélange bien. Vous devez garder un cocktail. المانجا. Je coupe la mangue en petits dés. Après, je vais la réduire en purée. من بعد غادي نطحنها. نضيف ليها الفروي دو لا باسيون. Je rajoute le fruit de la passion. نخلطهم مزيان حتى ينسجموا ليا ونضيفهم الخليط ديال الفرماج. Je rajoute la purée au mélange de fromage. خديت الإناء اللي كنت وضعه في المجمد وغادي نطرب الكريمة السائلة حتى نحصل على الشانتي. Dans un bol que je vais placer au congélateur, je vais préparer la chantilly. بعد ما حصلت على كريمة عاقدة غادي نضيفها الكريمة ديال المانك. Je rajoute la crème chantilly à la crème au mangue. نخلطهم مزيان بالطراب الكهربائي حتى ينسجموا ليا مزيان. Avec un batteur électrique, je mélange bien les deux ingrédients. On bête nos à le biscuit. Je mets ma crème
sur le biscuit. نحاول نقادو مزيان. جيغاليز ما كريم. وبواحد سباتول غادي نحاول نعطيهم واحد السطح اللي هو مستوي. غطيتهم بالبلاستيك الغذائي. جي فيلمي مي مول اي جو بلاس او كونجيلاتور مينيموم 4 اور. نوضعهم في المجمد على الاقل 4 ديال السوايع. بعد ما دازت المده نزول الميغاتو ديالي من الليمون ونوضعهم في واحد الاناء. جو روتير مي ميني غاتو دي مول جلي بلاس دون ان بلاطو ونوضعهم في الثلاجة على ما نحضر زين. جلي بلاس او فريغو ان اتوندون بريباري لا ديكوراسيون. غادي نطلع بودرة الشونتي مع الحليب اللي يكونوا باردين. هاد المرحله هادي كتبقى اختياريه، يعني تقدروا تستغناو عليها. Je monte la chantilly. Cette étape est facultative, c'est juste pour la décoration. ومن بعد نديرو ريضات الشانتيي على الميني غاتو ديالي وتزين بحال العاده. كيبقى على حسب الذوق ديالكم ولا حسب المتوفر. وكنقدمهم بالصحه والراحه. ان سوبر ديسير ابري ان روبا غورمون سوبر ليجي اي سوبر ديليسيو اي سورتو تري فاسيل ا بريباري. حليه لذيذه بزاف، المذاق ديالها رائع. كما شفتوا معايا سهله في التحضير. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، ولا جربتوها ما تنساوش تبعثوا عليا الاخبار. On se donne rendez-vous samedi prochain inchallah pour une nouvelle recette. نتلاقاو ان شاء الله نهار السبت مع وصفه جديده. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.